داني بيجي. طول عمرك طويل ابو شو رب سعدك. سعد ابا الله يا ابا الله نفسي وعلى عمي. هذا سنه من السنين اللي كبر خلفي فهم كبرك يا سعود. كم عمرك انت الحين؟ كبر من؟ توني داخل 21. حلو ما تكبره انا عمري 21. تعقب يعني اكبر مني صح؟ شهر كم؟ 5. انا 7 انا اكبر. في ذمتك. من الاكبر 7 ولا 5؟ لا 5. غلط. هذه 5 ودي 7. 7 اقوى. هذا كيف تفهم؟ اسمع هي بالتناقص. خلاص انا اكبر. خلاص تم اكبر بالعمر ولا بالعقل والله العظيم منك. والله هذا شيء راجع لك. انت ايش سالفتك؟ انا علي هذه علي في غريبه داخل. اسمعوا هذا كان قدامنا اقصره اقصرانا قدامنا اقصركم يعني جيرانكم. ايه ايوه عندهم عجوز تروح مع سواق تروح السواق والعجوز والبزان ذولي توديهم صوب عزبتهم. ايوه صوب عزبه. كم عمر العجوز؟ قد توفت الكلام ده عمري اما 50 او 60 وحين كان عنده ريجيل. ابي كان عنده ريجيل مجلس وعيال عمي ومتعب ورشود كانوا واقفين برا عند باب الشارع وكان يبغى يقول بنروح معك بنروح معكم. قالت العجوز روح استاذنوا من امكم وبيكم. قلت انا قال متعب روح بنروح. ما رحنا قلت اوكي واروح بسرعه داخل صوبي واشاور قلت يبه احنا بنروح احنا بنروح مع العجوز. قال شو عجوز؟ قلت فلانه. قال وين قلت بروح العزبه؟ قال لا ماكم عازه اقعد لا تروحون. قلت ابشر واجي برا عند العيال احنا اما ها احنا واجد. قلت انا عيال ابي يقول يلا روحوا بس لا تاخرون. قال طيب ابوك ما قال؟ ما قال لا تروحون ذبحتك. قلت اوكي وندفها اركب طلعون مع العجوز موترها جمس غمرتين هيك سوق لا السواق نروح نروح عصير وصوب العزبه ونستانس ونقعد هناك. عزبتهم ابل و ايه ما هي بعيده من المنطقه. ما سلمت عليه وشو؟ يا رجال ما سلمت عليه وشو؟ انا اسولف معك طال عمرك فاضي كتلت الواقعيه ما ادري اسلم اسلم. المهم نروح يوم جاء عقب صلاه العشاء نعود. ايوه ابي وينه؟ عند الباب لا بشار ينتظرنا. شو اللي معه؟ خابر الهوز البرتغالي. هوز لي ايه حق الكهرب حق الكهرب عرفت ماني بناسي. عند باب عند الباب ينتظرنا يا مرحبا. قلت الله يبقيك. قال وش انا قايل لك؟ قلت انا ما سمعتك عدل. قال ويش؟ قلت ما سمعتك عدل. قال تعال ان شاء الله تسمعني عدل. يعني انت ملكع. ايه تعال راشد تعال يا متعب تعال علي نسلم. انا جايك طلع مالكم في محل واحد مستغرب. انا اسولف. كمل 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 هذا. المهم لاني اسولف هنا. المهم قلت تعالوا داخل خلنا نعلمكم عشان تعرف تسمعني يا ابو حسين ثاني مره كنت ابشر اخش. مره داخل قلت العيال يبغون داخل. قال ايش ابغى؟ قلت ما ادري يبغى. هم ما يدرون لحد الحين النبي موافق. دخلنا الغرفه. قال ايش قال لكم يوم جاكم؟ قال يقول ابي موافق بس لا تاخرون. قلت كذبين. انا قلت لهم ابي يقول والله لا تروحون اذبحنا. ومن تعب قال لا خلاص اوكي. اسمع انا حاول اسمع. ايوه سببت علي علي ولا اقطع ولد. وش فيك انت؟ ويقفل باب الغرفه. قال خلوكم بجيكم. يقط الهوز عندنا. روح تعمل مناسب ما راح يضربنا. المهم متعب ضربني. قال ايش تكذب علي من ذا الكلام؟ هو دخل يقول ايش يضربني؟ قال لي ليش تضرب يا متعب؟ ليه؟ طا طا يضربني انا ويا عن خير خيري ويضربني يضربني اتعلق فوق والعقال شبت في رجلي كذا. والله العظيم العقال نشب العقال في رجلي وانا اقول اذا راح يضرب متعب انا اضحك. ايوه اذا جاي يضربني متعب يضحك. ايه قسم بالله هو اقعد عند رجال يمر يضربه يمر يضربه يكمل بكيه. هذا اللي يبكي حتى لو ما ضاع. بس صدقني يعني في 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 شخص يزبلنا اللي هي جدتي الله يطول عمرها. هذه المزبن
يعني ما يمدي اشد شبر لا اروح صوبه ابوك عشان كذا ما ايه و يا رب يطول عمرها ما الا اذا سويت مصيبه. شوف متى تدري ان المصيبه مصيبه؟ اذا قعدت معها العصر. ولدي انت شو المصيبه اللي جايب؟ لاني تدري انا ما اقعد معها عصر لاني ابغى مزبن، ابغيها تزبلني من ابي عشان ما يذبحني. ها كلكم يوم حبيتوا علي لبدان؟ انا عندي موضوع طاري علي. طاري يوم شفت عبد العزيز الله يشفيك يا رب. ابشر ابشر علي انا عندي موضوع ابي احتاجك فزعه وانت رجال نحموي ورجال راعي وقفه وراعي